بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا بني. كل سنة وانتم طيبين. عاوز أكلمكم الليلة دي عن دموع الله. يجوز الكلمة تبان تقيلة على الودن. هل الله يبكي؟ هل الله له دموع؟ الأسبوع ده بالذات كل ما ذكر عن دموع المسيح له المجد ذكر في الأسبوع ده. يوم جمعة ختام الصوم الجمعة اللي فاتت ذكر أنه بكى على أورشليم وقال المقولة اللي تكررت علينا كذا مرة الأسبوع ده: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. سبت العذر سمعنا نص إقامة العذر، ولقينا في حكاية إقامة العذر في دموع أخرى، أنه لما راحوا ناحية القبر مريم ومارثا ومعاهم ربنا يسوع، طبعا الاثنين انفجروا في العياط، فبكى يسوع لدرجة الناس اللي تأثرت من المنظر وقالوا انظروا كم كان يحبه، وناس تانية قالت ألم يقدر هذا الذي خلق للأعمى عينين ألا أن يجعل هذا لا يموت. بعدين يجي علينا يوم خميس العهد بقى وتبقى الدموع سيل من الدموع، وإن كان لم تذكره الأناجيل لأن كلكم عارفين ما ذكر في خميس العهد، ذكر أنه في صلاته كان العرق بينزل زي قطرات من الدم، اللي ذكر الإشارة لدموعه أو بكاءه القديس بولس، قال أنه قدم بصراخ ودموع كثيرة طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقوى سفر العبرانيين. فهو اللي يعني زود على الأناجيل فكرة أن المسيح في الليلة دي مش بس كان بيعرق زي الدم، كمان كان بيبكي. ثلاث مرات بيبكي الأسبوع ده، والغريب أن يوم الجمعة بقى الجمعة الكبيرة وهو على الصليب لم نسمع أي إشارة عن دموع أو بكاء. فخلونا نتأمل متى يبكي الله ولماذا يبكي وكيف نبكي معه. القصة دي هتفرق معنا لو عشنا فيه. أولاً الكلمة نفسها ممكن تخض الناس. هل الله يبكي؟ البكاء في منظور البشر علامة ضعف، علامة عجز. فهل الله ضعيف؟ هنسمع الرد يوم الجمعة الكبيرة في اللحن المشهور بتاع أمونو جنيس: قدوس يا من أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. هو أظهر ضعف لكنه هو أقوى من كل قوة، فأظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. ودي منسوبة للقديس بولس لما قال ضعف الله أقوى من الناس. طبعا كلمة تقيلة برضه، هو الله ضعيف عشان يتقال كده؟ هو أظهر، أظهر ما يظهر الإنسان العادي، لأنه زي ما قال القديس بولس كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. ما ينفعش المسيح يبقى إنسان كامل، كامل في ناسوته وكامل في بشريته ولا يبكي. ما فيش واحد فينا بيعيش حياته لا يبكي، ما يبقاش إنسان طبيعي من لا يبكي. لكن المسيح إن كان اختار أن يتجسد وتجسد حقيقي، يعني ناسوت كامل، يعني بشرية كاملة، لابد أن يشاركنا البكاء، وإلا يبقى القصة مش حقيقية. فلما نقول دموع الله لأننا نؤمن أن المسيح هو إلهنا، ربنا وإلهنا ومخلصنا، وهو فادينا وهو خالقنا وهو كلمة الله المتجسد. يمكن زي ما قالوا بعض الآباء قبل التجسد كان الإنسان يتصور أن الله قوي وعظيم، لكن معاها كمان متعالي عن الضعف البشري، أبعد كتير من أنه يبكي زي الإنسان. ربنا حب يوضح الصورة أنه كإله كله حب، مش ممكن يبقى فيه حب
وما يبقاش معاه ألم. مش ممكن يبقى فيه حب ما يبقاش فيه دموع. مش ممكن يبقى حب صادق ما يبقاش فيه مشاركة. فالله يبكي، وكم يبكي الله، يبكي كثيرا. لكن طبعا من ناحية ألوهيته الدموع ما فيش حاجة تبع الألوهة. اللاهوت لا يبكي ولا يتألم ولا يموت، ولكن بتجسده صار قابلا للموت والألم والدموع والجوع والعري، بقى بحكم إنسانيته قابل لكل شيء كما نتقبله نحن. تعالوا بقى نستعرض الثلاث مواقف اللي فيها دموع المسيح عشان نفهم ربنا أكتر، لأن ربنا لا يبكي كما نبكي نحن عادة. أول موقف خلى المسيح يبكي وهو نازل من على جبل الزيتون وشايف أورشليم وبكى. جبل الزيتون عالي شوية والنزول منه لغاية أورشليم، فأورشليم تبقى مكشوفة كده. أورشليم دي مدينة الملك العظيم، دي أورشليم يعني مدينة السلام، مفروض كانت تبقى كده، وهي إشارة إلى قلب الإنسان وإلى ملكوت الله وإلى الكنيسة. لكن للأسف ما عاشتش زي ما ربنا أراد. فلما بكى المسيح بكى بالجملة اللي قالها دي، قال: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. ماذا يبكيك يا رب؟ يبكي إلهنا أن الإنسان فينا يفضل يجري منه ويقاوح معه. تخيلوا المنظر اللطيف اللي ربنا حط التشبيه ده، لما تبقى فرخة بتلم كتاكيت تحت جناحك، وبعدين كتكوت كده عنيد ركب دماغه يفضل يجري ويسرح، وتجيبه تاني ويطلع تاني. هو في سببين أن الكتكوت ما يدخلش تحت الجناح: يا أما مش عاجبه العيشة دي، مش عاجبه الانتماء للأم، أو يكون في كتكوت تاني تحت الجناح هو مش بيحبه. يعني ببساطة الغرض الإلهي أن يجمع كل البشر تحت جناحيه يتطلب شرطين: حب الله وحب الناس. وهذا هو الكتاب كله، المسيحية كلها في الكلمتين دول: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. ما هو لو حبيت ربنا هتدخل تحت جناح، ولو حبيت أخوك هتفرح باللمة، هتفرح بأنك تبقى أنت وإخواتك تحت الجناح. ما أحلى أن يجتمع الإخوة معا. إنما أغلب البشر، أغلبهم لا عجبهم يدخلوا تحت جناح ربنا، ولا عجبهم يقربوا من بعض ويحبوا بعض. قضية الحب هي التي تبكي المسيح دائما، إن الناس مش بتحب بعض. بصوا على العالم النهاردة، حاجة محزنة. العالم يبكي، العالم كله أورشليم تستحق الدموع. ليه؟ العالم بيتصارع، أغنياء ضد فقراء وأقوياء ضد ضعفاء، وشعوب بتصدر الشر وتصدر الإرهاب، وعداء الإنسان للإنسان، وقسوة من الإنسان تجاه أخيه الإنسان، وادعاءات كاذبة، واستخدام كل طرق الباطل لتحطيم الآخرين. إيه العالم ده؟ إيه اللي جرى في الدنيا؟ العالم وضع في الشرير، يستحق بكاء الله، لأن مش ده اللي ربنا خلقه. ربنا ما خلقش الناس عشان كده، ربنا خلق الناس عشان يحبوا بعض ويحبوه. وده اللي هيقوله يوم خميس العاد: أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الأب واحد. أريد أن يكونوا جميعا واحدا فينا. إن كنا عارفين نحب ربنا ولا عارفين نحب بعض، يبقى طبعا المسيح يبكي، ويبكي لأنه يرى المصير ولا يقدر أن يمنعه. وكلمة لا يقدر دي طبعا برضو تقيل على الودن. يعني إيه والله لا يقدر؟ الله يقدر على كل شيء إلا أنه يتحكم في إرادة الإنسان. كم مرة أردته إيه ولم تريده. فيقف وكأنه عاجز أمام غرضه لا يتحقق. ليه؟ بسبب قسوة الإنسان وعنده وأنانيته وكراهيته وفرديته. احذروا يا أحبائي لألا نكون ضمن الأسباب اللي بتبكي المسيح.
ليكون الواحد فينا مش راضي يحط راسه تحت جناحه. طبعا انتوا عارفين الآية بتاع تحت جناحيه اعتصم، المزمور يقول كده بتاع الست، يعني احنا كلنا نحط راسنا تحت الصليب كده، يعني نتلزق في الصليب نتحامى فيه، هو اللي يغطينا ويستر علينا، ونفضل نقول سكتتي قوم يا رب ارحم، ونقول له يعني ما احنا ما ننفعش ندخل السماء لكن من خلال صليبك ندخل، ملناش غيرك يعني، عمانوئيل إلهنا وملكنا. طيب لما نحط راسنا ونحبه حلو، خلصنا أول شرط، ويبقى هو رجائنا وهو حياتنا وهو خلاصنا وهو قيامتنا، كويس عملنا الشرط الأولاني. الشرط الثاني إنك أنت بتدفس راسك تحت جناحه هتلاقي أخوك جاي يحط راسه، بس أخوك ممكن ما يكونش نفس طبعك ولا نفس بشرتك ولا نفس سنك ولا نفس الطبقة اللي أنت عايش فيها ولا الظروف اللي أنت فيها، ويجوز بينك وبينه زعلة قديمة، ويجوز دسلك على طرف، ويجوز غلط في حقك كتير، ويجوز إهانك ووجعك، بس هو كمان جاي يتلزق في الصليب عشان كل ده يتشال ويدخل ويدخل السماء. لما تشوفه هتفضل تحت الجناح ولا هتطلع زي الكتكوت العنيد وتقول لا، إن كان ده هيبقى راسه مع راسي مش عاوز، مش عاوز السماء، مش عاوز الأبدية. أنت بتختار الخراب لنفسك يا حبيبي. حب أخوك باين قوي في مثل الابن الضال، الأب جناحي واسعين، جناح جايب الابن البعيد، أول ما رجع من بعيد كده طلع وخده في حضنه، وبعدين طلع يعمل بإيده التانية يلم التاني، بس التاني رفض، مش لأنه كاره أبوه، لأنه كاره أخوه، وفضل يحايله يا ابني يا ابني أنت معي كل حين، كل مالي فهو لك. كان ينبغي أن نفرح، أخوك أخوك المفروض يكمل فرحك، أخوك البعيد ده كان وحش، كان ميت وقام، ما تقعدش تبص إنه سرقك ولا ضيعك ولا أذاك ولا جرحك. أنا مجروح أكتر منك أضعاف، بس أنا فرحان بيه، افرح بيه، كان ينبغي أن نفرح. وظل الابن الأكبر خارج الجناح يبكي هذا الأب. فرحتك يا رب ما بتكملش، على قد ما بيفرح بخاطي واحد يتوب، على قد ما بيبكي على كل قلب قاسي يرفض الناس. احنا بنتشرط، انا مش هقبلك غير لما تبقى كويس، انت كده بتخرب على روحك، واذا بيتكم يترك لكم خرابا. ربنا قبلك وانت مش كويس، حط راسك تحت الجناح وقول له يا اخويا هقبلك مهما كنت، طالما المسيح قبلني زي ما انا هقبلك مهما كنت، طالما ربنا بيحبني مع كل اللي عملته انا هحبك مهما عملت فيا، لانك أنا وإنت لينا مصير مشترك، يا هندخل تحت الجناح يا ههلك بسببك. أحبائي، إحنا كمسيحيين أحياناً نوفق في الوصية الأولى ونعجز أمام الوصية الثانية. الناس ساعات تستسهل الصوم وتستسهل الصلاة وتستسهل الكنيسة، نقعد نقول سكتتي قوم ونقرأ مزامير وألحان وحاجات حلوة، إنما تروح تلاقي جارك غيظك وانت نفسيا مش قابله، وتفتكر انك عملت اللي عليك، قاعد بصخة صبح وبصخة ليل. لا يا حبيبي، لا، انت جزء من بكاء المسيح هذا الاسبوع، لانك لسه مش عارف تحب اخوك. انت فاكر انك حطيت راسك تحت الجناح بشوية صلاة وصوم، لو ما كملتهمش بحب اخوك بيتك ايضا يترك لك خرابا. فاول سبب لبكاء المسيح هي قضية الحب، إلى أي مدى نحب بعض؟ لو حبينا بعض بجد هنحب ربنا صح، لكن لو ما عرفناش نحب بعض ونحب كل الناس، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم إيه؟ أي فضل لكم؟ عملت إيه زيادة يعني؟ العشرون والخطاب يعملوا كده، أحبوا أعداءكم، لأن إحنا كنا أعداء وصلحنا مع المسيح بدمه، فبالتالي مطالبين نحب الأعداء. تاني سبب خلى المسيح يبكي هو أمام قبر العازر، ولعله كتأمل، لعل بكاء المسيح رد على أسئلة كتيرة قوي
تبدأ بكلمة ليه؟ لأن في اللحظة اللي بكى فيها المسيح طلع همهمة كده من الناس وقالوا طب ليه سابوا يموت؟ قالوا كده ألم يقدر هذا الذي شفى أو خلق عينين للأعمى ألم يجعل هذا لا يموت؟ يعني مش كان لحقه؟ مش كان اتدخل قبل كده؟ هي بقى فكرة الليه دي اللي تعب الناس كلها. نفس السؤال قالته مرس وكررته مريم، لو كنت هنا ما كانش مات، ليه تأخرت؟ ليه ما جيتش؟ ليه ما سمعت لناش يا رب وإحنا بنصرخ من أجله مريض صالح وعارفين أنك بتحبه وطلبنا الشفاء، ليه رفضت؟ ليه سبته يموت؟ ما كناش بنطلب وحش، ما كناش بنطلب انتقام ولا فلوس، ليه ما استجبتش؟ ليه استجبت الواحد من ألف وسبت 999 بصين لك مستغربين اتهموك بالقسوة؟ ليه يا رب؟ ليه سبته يموت؟ ربنا يسوع اللي عمل قدام هذه التهمة انه بكى. بكى. بكى ليه؟ لانه احيانا ربنا ما يبقاش عارف يقول لنا ايه، لانه مش هنفهم. زي ما يقول يوم الخميس كده، لست تفهم بعد ما انا اصنع لكنك ستفهم فيما بعد. يا ابني ما انا لو شفيتك هتضيع، يا ابني لو سمعت لك هتخسر ابديتك، يا ابني انا لو جريتك في طلباتك وانت عيل صغير مش فاهم مصلحتك هاذيك. يا ابني يا حبيبي انت فاكر ان الشفاء صعب؟ الشفاء سهل قوي. ده وجعك ده وجع لي انا اكتر واكتر، بس انا شايف مصلحه انت مش شايفها، انت اصغر من انك تفهم. انما اعمل ايه؟ بدل بتعيط اعيط معاك، لكن حتى لو اتهمتني يا ابني بالقسوه انا هسكت وابكي. يمكن في يوم من الايام ترجع تقول لي حقك علي يا رب، طلعت انت صح، حقك علي لاني ظلمتك، افتكرتك قاسي، افتكرتك ما بتسمعش، افتكرتك ليك ناس ناس، افتكرتك بتخون العشره لان العذر ده كان البيت اللي بيضيفك، افتكرتك مهمل في حق اولادك، افتكرتك لا يعنيك صراخ المساكين، افتكرتك بتخلف وعودك وانت اللي بتقول من اجل صراخ المساكين وتنهد البائسين الان اقوم وما بتقومش. فربنا يسوع له المجد يقف امام القبر باكين. مش بتدافع عن نفسك ليه يا رب؟ مش بتفسر لهم ليه؟ لانه مش هيفهم المره دي، بس فهمهم عشان يفهمنا كلنا. قال لهم مش ده اللي تعبكم؟ مش هو ده الموقف اللي واجع قلبكم؟ مش كلكم اتهموني بالتقصير؟ لعذر هلم خارجا، بس على وعد انا مش هعمل كده مع كل واحد، هعمل كده مع الكل بس في اليوم الاخير، لان العذر هيقوم وهيكمل قديس. ما نعرفش كم واحد كان هيقوم وهيكمل في القداسه، ما نعرفش ما يخفيه الزمان للناس. سيبوني اختار الوقت المناسب والطريقه المناسبه. انتوا ماسكين في الدنيا وانا ماسك لكم في السماء. انتوا عاوزين تضيعوا السماء بالدنيا وانا مش مستعد اضيع السماء من ايديكم عشان خاطر كم يوم على الارض. ازعلوا مني، خصموني، اشتموني، اتهموني بالقسوه، ابكوا غضبا علي وانا هبكي تعاطفا معكم، بس في الاخر برضو هعمل اللي شايفه مصلحتكم. طالما انتوا عاوزيني انا عاوزكم وعاوز مصلحتكم، على وعد امسح كل دمعه من عيونكم بس في الوقت المناسب. اصالحكم وحيلكم واجيب لكم كل العازر مات منكم وافتح عينين اللي تعبوا في الدنيا واقومكم واستجيب كل طلباتكم باكثر مما تظنون، بس في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه. الله يبكي لأنه لا يقدر أن يدافع عن نفسه. تجاوزا بقول كده. ليه؟ لأن حكمته أعلى من حكمتنا، كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. هشرح لك إيه يا ابني؟ ما أنت مخك قد كده. أنا ابني مخي كبير قوي، فمهما شرحت مش هتفهم.
مهما حكيت لك انت مش عارف اللي جواك، مش عارف اللي بيحصل فيك، ولا عارف اللي بيحصل في الكون، ولا عارف الايام ماشيه ازاي، ولا انت فاهم حاجه. سيبني امشي لك انا الدنيا بقى. ربنا يسوع يبكي مع الباكين، ولكنه لا يمسح دموع الباكين الان، يمسح دموعهم في السماء، لكنه يبكي معنا. ربنا طيب وحنين ويقدر يمسح الدموع دلوقتي، لكن لو مسحها دلوقتي مش مصلح. كأنه بيشيل الصليب، كأنه بيشطب على قضية الألم، كأنه بيقول أنا جاي أريحكم في الدنيا ومش مهم الحياة الأبدية. لا، المسيح كان صادق وأمين وقال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. أنا مش هوعدكم على الأرض إن أنا أمسح دموعكم، هوعدكم أبكي معاكم، هوعدكم أتواجع معاكم وأحس بيكم، وفي كل ضيقهم تضايق، إنما خلوا الراحة للسماء، خلوا العزاء كله للأبدية. أخيرا اللقاء الثالث بتاع خميس العهد، كلكم عارفين بقى ليلة جسيماني وصعوبتها. أول وتاني مرة بكى أمام الناس، إنما ثالث مرة كان حاجة شخصية، فرفض أن يبكي أمام أحد. ربنا يسوع أول مرة كان داخل في موكب ضخم، داخل على حد الزعف ونازل على جبل الزيتون، فآلاف شافوا دموعه، ويوم مريم ومرسى مئات شافوا دموعه، إنما ليلة صليبه انفصل عن الكل نحو رمية بعد كده عشان يبكي براحته، وابتدأ يدهش ويكتئب. يعني كان بيبكي بصوت وبحرقة، وقدم صراخ ودموع. قلت إيه يا رب؟ إيه اللي تعبك؟ إيه سر دموعك بقى في الليلة دي؟ طب ما أنت من أجل هذه الساعة قد أتيت، إيه الجديد يعني؟ أنت من أول مرة عملت معجزة قلت لم تأتي ساعتي بعد، وكنت كل دايما الحكاية قصاد عينك. كان ربنا يسوع بيقول إيه؟ إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ويعدها تاني ويعدها تالت، ومصر على هذا التعبير، وقال قبلها الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها. ولما إخوات لما بطر يعقوب ويوحنا جم كده يساوموه في الملك الأرضي، قال لهم أنتوا مش فاهمين حاجة، أنتوا عاوزين تشاركوني هتشاركوني الكأس، أنتوا مش فاهمين أنا رايح على فين. لو أنتوا عاوزين تشربوا أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها؟ دي مرة قوي. قالوا لا نقدر، هم مش فاهمين اللي مستنيهم. قال لهم خلاص تقدروا تقدروا نشربها لكم. لكن ما هذه الكأس التي أبكت المسيح؟ المرارة اللي فيها إيه؟ هي خطايانا كلنا بقى، وهي أيضا فكرة الإرادة. ما يحزن الله أن إرادته غير إرادتنا. الله يريد أن الجميع يخلصون والجميع لا يريدون الخلاص. الله يريد أن الجميع إلى معرفة الحق يقبلون، والجميع لا يريدون أن يقبلوا إلى معرفة الحق. هو ده اللي بيبكيه. عشان كده بيقول لتكن لا إرادتي بل إرادتك. كأنه بيحط قدامنا مثل أعلى، يا أولادي سلموا إرادتكم ليا، اتنزلوا عن إرادتكم شوية، اسمعوا كلامي، اخضعوا لوصيتي، إلغوا مزاجكم شوية، بلاش تعملوا اللي انتوا عاوزينه، اعملوا اللي أنا عاوزه، اعملوا زيي. أنا من ناحية إنسانية مش عاوز أتعذب، لكن أنا مش همشي ورا هذا الغرض. أنا بصلي أهو وصلوا زيي، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. كلنا عارفين أن إرادة الأب والابن واحد، لأنه ألوهة واحدة، أنا والأب واحد. لكن هو بيعبر عن ما يحدث فينا كبشر من صراع نفسي، إن أنا مش عاوز أتوجع وربنا عاوزني أتوجع، أنا مش عاوز أسامح وربنا عاوزني أسامح، أنا مش عاوز أصوم عاوز أكل وهو عاوزني أصوم، أنا مش عاوز أبقى في الآخر وهو عاوز نرجع لورا، أنا مش عاوز
ما فكرش في الفلوس، وهو عاوزني ما فكرش فيها. صراع مستمر، هو ده الكاس اللي فيها مرارة، وهي تخلي الواحد يبكي. لكن ربنا بكى بصراخ، لأن دي أصعب حاجة. أكتر حاجة معطلة في حياتنا الروحية هي الإرادة البشرية، هي الأنا. أنا عاوز إيه يا حبيبي؟ أنا عاوز إيه ده هتضيعك؟ يا ما ضيعت ملايين من البشر. الراجل الغني الغبي بقى يقول أنا، يا نفس كلي واشربي واستريحي وافرحي، يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديد. يا ابني انسى نفسك شوية، مش تسأل ربنا خلقتني ليه؟ عاوزني أعمل إيه؟ أعمل إيه بالمخازن دي؟ أعمل إيه بالبركات دي كلها؟ دي حاجتك مش حاجتي. ربنا يسوع علمنا مبدأ، قال اللي عاوز يدخل على الصليب قبلها يعمل إيه؟ ينكر نفسه. إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه ويحمل صليبه. إنكار النفس بان في الليلة دي، ليلة الخميس، ليلة الجمعة قبل الصليب على طول، لما المسيح علمنا المبدأ ده، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. قولها وانت بتبكي، بس قولها. على فكرة كل يوم بنقولها في أبانا الذي، بس للأسف بنقولها بدون دموع، لأننا لا نعنيها، لا نقصدها. احنا بنقول له ايه؟ لتكن مشيئتك. إنما لو حصل حاجة في اليوم على غير هوايا، تلاقي الزعلة والنكد، وليه يا رب بتعمل كده؟ يا ابني ما انت قلت لي لتكن مشيئتك. ما هي لتكن مشيئتك معناها لا مشيئتي بل مشيئتك. مش انت صليت وقلت لتكن مشيئتك؟ سيبني بقى اعمل اللي انا عاوزه. سيبني اوضبك واظبطك واجهزك للسماء. سيبني اصنفرك، سيبني اشيل منك اللخبطه، سيبني اعدل فيك عشان تدخل السماء، سيبني اضيق عليك عشان تعدي بالباب الضيق، سيبني افكرك بالوصايا اللي انت تايه عنها، سيبني احط الصليب اللي على مزاجي عشان اعمل لك بيه اكليل، سيبني اعمل فيك حاجه صح. انت بترفص ليه؟ ما انت اتفقت معايا وقلت لي لتكن مشيئتك. يبدو ان لتكن مشيئتك ينبغي ان تقال بدموع، لأن كل مرة الواحد يقولها يخجل من نفسه. يخجل من نفسه ليه؟ أنا رب أقولها من لساني بس، أنا مش قدها، أنا مش قدها. لما بتيجي في حاجة ضد إرادتي بلاقي صعوبة شديدة. لما تقول لي سامح واحد ظلمك، لا لا دي صعبة قوي. لما تقول لي تنازل عن كرامتك وتنازل عن راحتك، تطلع شغلة مش سهلة. نحتاج إلى الدموع يا أحبائي عشان نعرف ندخل على الجمعة العظيم. يوم بقى الجمعة الكبيرة لم يبكي المسيح. ليه؟ لأنه أظهر بقى كل القوة، لأنه ليس ضعيفا بالمرة. فعلا من أجل هذه الساعة قد أتى، أتى ليموت بإرادته. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، ليس أحد يأخذها مني. يعني إيه؟ يعني دخل على الصليب بإرادته وطالع من الصليب بالقيامة بإرادته. لكن هو بيشرح لنا اللي بيحصل وبيفرجنا. أحبائي لو الواحد فينا قدر يكسر إرادته تماما ويخضع ذاته تماما تحت الصليب، لو اتصلب لن يبكي. لو عدت عليه آلام الدنيا كلها خلاص هتهون بعد كده، لأنه عرف يصلب ذاته الأول، كرامته وأناته وشخصيته ومزاجه وكل حاجة مخلياه كده منفصل عن الله. لو عرفنا نخضع أو نخضع المشيئة الشخصية دي، صدقوني كل حاجة هتهون، يحصل زي ما يحصل. شهداء ليبيا ادونا كلنا درس، وكثير مننا بكى عليهم. وتذكرت ساعتها كلمات المسيح لما قال لا تبكين علي. صحيح نبكي على دول، يا بختهم دول، يعني شرف للكنيسة وشرف لعائلتهم وشرف لهذا الجيل كله. لا تبكين عليهم، ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. هو احنا نقدر على الوقفة دي ولا لا؟ وولادنا اللي طالعين هيقدروا على الوقفة دي ولا لا؟ عندنا
تسليم لهذه الدرجة. ذبحنا إرادتنا وكرامتنا قبل ما يذبحونا، ما هو لو ما ذبحناش كرامتنا مش هنحتملهم يرفعوا السكين علينا. قد ننكر المسيح يا أحبائي إن لم ننكر زواتنا، قد ننكر المسيح إن لم ننكر إرادتنا. عاوزين نتمرن على إنكار الإرادة وإنكار النفس عشان لا ننكر المسيح في لحظة. الخوف كل الخوف، الواحد يخاف على عمره، والواحد يضعف، الواحد يتهز. هتتهز إمتى؟ لما كنتش بكيت على نفسك وقلت له حررني من ذاتي يا رب، شيل مني الكرامة، شيل الأنا، شيل المزاج، ساعدني أعيش المعنى بتاع في ناموس الرب إرادته، في ناموس يلهج نهارا وليلا. عاوز أعمل اللي أنت عاوزه، مش عاوز أعمل اللي أنا عاوزه. عاوز أعيش بشعار يا رب ماذا تريد أن أفعل، مش بشعار ماذا تريد يا فلان أن أفعل. عاوز أنقاد بروحك مش بجسدي. عاوز أمشي على كلامك، أقدم لك يا سيدي مشورات حرياتي وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك. إذا كنت أنت ذبحت عشاني، مش ده أنا أروح فين يعني؟ ده أنا دمي رخيص قوي جنب دمك، وعمري صغير قوي جنب عمرك، وإرادتي تافهة جدا جنب إرادتك، وكل رغبات يا رب أقل حاجة ذبيحة أقدمها لك هذه الرغبات الأرضية. تعالوا أحبائي نرتقي لنبكي بنفس دموع المسيح. تعالوا نبكي على كل شخص مش عارف يحب أخوه، ونبكي على كل شخص بيطلع من تحت جناح ربنا. تعالوا نبكي مع الباكين اللي المسيح ما سمع لهمش وصعبان عليهم منه. بدل ما نروح نقول لهم كلام ونتعبهم، تعالوا نقف جنبهم ونقول لهم هيقوم، هيقوم إن ما كانش النهاردة بكرة، لكن تعالوا نبكي معاكم. تعالوا نبكي مع المسيح كل واحد في مخدعه وهو يصارع مع إرادته الشخصية، ويقول له رب موتني داخليا عشان ما خافش من الموت، موت العالم اللي فيه عشان لو دخلت على صليبك في يوم أكون فرحان إن أنا أقدم عمري ليك. خلوني أقول كمان حاجة، أتصور إن ربنا يسوع له المجد يبكي أيضا على كمية العصارات اللي موجودة في الكنائس. إحنا في زمن شباب كتير طفش من الكنيسة، وأكيد المسيح بيبكي على كل شاب كان المفروض يدخل الكنيسة تاخده في حضنها، لكن كاهن زي أو خادم ينتهره، بدل ما يقدم له حب المسيح يقدم له عنف الفريسيين والناموسيين. خلوني أعتذر لكل الشباب اللي أعصر في الكنيسة، ولكل النفوس اللي اتجرحت من تصرفات غير لائقة، ومن أمور بتحدث أحياناً باسم المسيح وربنا يسوع بريء منها، لأن احنا أحياناً ما بنقدمش المسيح الحلو، بنقدم صورة مشوهة عن ربنا، ما بنقدمش مسيح السامرية ولا مسيح الابن الضار ولا مسيح المخلع ولا مسيح المولود أعمى ولا مسيح زكة ولا مسيح لعازر. احنا بنقدم صورة أخرى أحياناً من الناموسيين والفريسيين. عشان كده النهاردة لو سمعتم بعض الأناجيل تقول ويل لكم لأنكم تحملون الناس أحمالاً عسرة الحمل. خلونا نراعي أحبائي لألا نبكي المسيح بدل ما نفرح. احنا جينا الكنيسة عشان نفرح ربنا، نفرحه بدموعنا وبتسبيحنا، بلاش نكمل على ربنا ونحزنه بتصرفاتنا تجاه ناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم، لسه مبتدئين داخلين الكنيسة بيحسسوا كده مش عارفين طريقهم، فيفاجأوا ببرج عالي قاعدين فيه ناس يعني بيقولوا لهم روحوا نظفوا نفسكم قبل ما تيجوا، وده عمره ما كان أسلوب ربنا يسوع. ربنا يرحمنا كلنا ويدينا بركة أيام حلوة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.